بالله على السلامة. ايه مالك محظوظة يعني؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحة يعني اول ما قالوا لي انا هقابل باشا كبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعة انا مقابل باشا كبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجة اللي في الشنطة دي، شوية هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سألك، ولو ما حدش سألك هتيجي برضه تقولي لي مين سألك ومين ما سألكيش وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. بتعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا، انا هسيبك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصلني نظام البشاوات والحاجات دي يعني. من غير لا توعك، احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا، يعني اي حاجه هتعرفيها هتيجي تقوليها لي انا، ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يوم. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. أمرني معاليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضي في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده بقى؟ خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي مساها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي اقول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه، نيجي 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 ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه. انا ما دخلت المدرسة كنت الأول على الفالس. تعرف الفالس ده بيتحزموا له بإيه؟ هو بيتحزموا له برضه؟ فيش رقص من غير تحزيم يا خميس. ليه ما قلتليش من الاول انه براء النوح؟ براء النوح؟ ليه؟ الدنيا كانت عاتمه برضه، ما شفتيش؟ انا ما شفتش حاجه خالص. هتخبي عليا تاني؟ راح عليا يا خميس، انا ماليش غيرك في الدنيا، ما بقتش حمل مرمطتها تاني. كفايه يا اخويا اللي شفته وانت بعيد عني. براء ده عيل طايش وسلاحه غدار وبيلوش، ما كانش ينفع احطك في سكته. ليه؟ خايف عليا؟ وافديك بروحي. تحبيني يا بت؟ وما حبيتش غيرك، وحني كعوب رجلك بسنين عمري. عشان كده لازم تبقي مرات افندينا، عشان مفيش كلب بعد كده يفكر انه يلمسك. أفندينا يا حجة خد المتر بدران تحت باطه وطلعوا على المقطم. بعدها يا حجة حط عند رمانة في البيت.
وما خدكوش معاه زي كل مره ليه؟ اصل متر بدران كان مقير حبتين. والزار يا حاجه والله اعلم افندينا خده عشان يقعد معاه يفضفض ويجيب اخره. هي البنت اللي اتجوزها بدران دي لسه ليها ديول؟ الديل اللي كان فاضل بجاش المري قطعه وهو بسلامته معاها دلوقتي. واخدها وخرج لوحديهم، بس بصراحه يا حاجه ما نعرفش راحوا فين. وبعدين بقى هنخلص من حكايه رمانه دي امتى؟ زي ما تكون عامله له عمل يا حاجه. ولا اللي سحرها له؟ معلش، اللي له اول له اخر. بيجرالك يا شوق. صباح وقشت. يا شوق مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في الميه البارده وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامه اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطه الواطيه اللي في البيت ده. لا اله الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل ان انا ما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعه نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. كعانك؟ سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجه وحشه، حصل ان انا كل كلمه بقولها حلوه في البيت ده بتتاخد على انها كخه وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما انا جايه لك يا راجل في الكلام اهو. بالراحه عليا. بالهداوه. هات يا جمال يا رب. ايه يا حبيبتي مالك؟ يعني خلاص يا معلم نوح، لقيت رجالتي بقوا جرب ومحدش بيهود ناحيتهم. عشان اغبيه دول، لو رجالتي انا كنت طخيتهم عيارين زي خيل الحكومه. القفشه بتاعت افندينا والدهام ضربتهم في السوق وعلمت عليهم. ما تخزنيش يا معلم، دي جعانة وعينيها فارغة، يعني لو فتح بقهم هيبلع الكل. ما تهدى على نفسك شوية يا معلم، انت جاي تهددنا في ملعبنا ولا ايه؟ لا يا معلم براء، انا مش جاي عشان اهدد حد. انا كل الحكاية جاي عشان اواعيكم. يا اخويا واعي روحك انت، ولم تعابينك اللي بترمي سنانها دي. ولا اقول لك اعملهم حبل غسيل وبعلق عليهم خيبتك وخيبتهم. يا رب يا معلم براء. يا معلم نوح، دي مش اصول ولاد الكار برضو. انا كل حكايه خايف لعيال لسانهم يفلت كده ولا كده ويجروا. رجالتك لسانها سايب وقروا يا معلم، قروا يا معلم. من كام يوم افندينا جاب لي واحد منهم ورماه قدام بيتي زي الخروف. وعملت ايه فيه يا معلم؟ لحمه زفر وكلابنا قرفت منه. ده مقبوله منك يا معلم براءه. انت كده قفلت هضومنا يا معلم نوح. ودي علامة النوح، عشان لما تبقى تنسى يا معلم تبقى تفتكر. يرضيك كده يا معلم نوح. معلش يا معلم، هو كان عاوز يقشر لك التفاحة، قشر دقنك. البت مقطعة روحها عمليات جوه يا حاجة، برضه مهما كان دي مراته وكرامتها من كرامتي. خد يا أبو سن. ايه ده؟ امسح ريالتك لا تتكعبل فيها وحد يشوفك يضحك عليك. شكرين شكرين يا بنت والدي. كويس انك فاكر. خلينا افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما ركبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضاويه ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش تلاتة مليم عايزة تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه؟ مش كفاية انها هجة من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس لازمته الكلام ده الوقت يا حاجة؟ وانا مخلي على جهد جهد، ما احنا كلنا في النار سوا وما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي. غرضك ايه؟ لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازه دي يا دوبك نقضي بيها مصلحه وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي رئك ساحه البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجه.
اه صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقتي انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندوره نزلت دمعتين. حاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجه حاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم يعني. ما تنساش ان حواء هي اللي خرجت ادم من الجنه، وان ابليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. استغفر الله العظيم، هات جمال يا رب. خايب، راجل خايب وعرة الرجاله، عايزه تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه. يا خايب خايب، ما اديها في دماغها، اديها في اسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني، مش عارفه لما يجي ده انا اقول له ايه. ده اقول له ايه ده؟ وانت مال اهلك انت؟ انت مالك اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي، انا هنا مش لوحدي، معايا شله عفاريت تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه. خلاص يبقى بعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على طول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبة هبة اما اوريكي الجنون على اصوله. تعالي لي، ده انا مش طايقاكي. تعالي لي، مش انت بتحبك ده؟ هو مش ملهي عنك، هو مشغول شويه. ملهي ولا مشغول يا عم محمد مش فارقه، في الحالتين هو مش موجود. سيبك، انا اصلا زهقت من الكلام معاه، مبقاش في كلام جديد نقوله. فاكره زمان لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع، وكنت انت تشد الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع؟ فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها، كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا اهرب؟ مالك ماسكه في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسه. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت قله ادبه على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خامه اليك، وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبه، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو، هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي وخلص الكلام. امرك يا باشا. اعمل حسابك ان العمليه الجايه حصتك كلها رايحه الخميس. يا باشا بس كده ده اقل عربون تدفعه على الوساخه اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين ايه. هم مين دول يا باشا؟ عيلة افندينا. مين؟ قابلتك داوية.
النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال ايه يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبه اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايده. براء النوح عايز يرد لي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس، احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ ما حق ابو جمعه، النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خور يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا روحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور، والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ نور يا خال. يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلصش وملحقاني في كل حته ومخلياني اطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكه مصيبه، وفي كل حته كارثه، وفي كل طلعه بلوه بتيجي على دماغ اهلي انا. جرالك يا حاج فيه ايه؟ ايه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحه الطياري، المصلحه اللي عدايا اللي اشتغلتني بيها. مصلحه ايه دي؟ انا مش فاهم حاجه. انت واد زباله، واد غبي واهطل، ما انتش فاهم حاجه في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا في بيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت لي حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله، وهقتلك، وهقتل نفسي معاكم. فبي حصلت يا فندم. هو انا يا جزمه يا بنت الجزمه؟ مش نجبها عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تقوليش يا بنت مصاحبه لك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكسي الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع عني جنبه ساعة. اما كنت ورد. صوتكوا جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم، انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت، وسايب البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات؟ انت يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصل انا اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه، وكنت بجيب شويه طلبات. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطره. شغل ايه؟ الاسراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري. يا امك لقرف اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطره اعتبرني اتاخرت ساعه زياده، مفيهاش حاجه يعني. عن اذنك. اذنك معايا. الله، اهو كده حلوه قوي الكلام ده. قوي شكلك متضايق، متفتفت شويه كده لخدامتك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات. ما بقاش فيه مزاج. ما بقاش فيه مزاج. اي اي اي، لا لا، ما كنت ماشيه حلوه. خليكي حلوه.
بالراحة. بالراحة. أيوه أيوه. قولي لي يا سوريا، أنت كنت فين يا بنت؟ ها؟ ما أنا قلت لك يا معلم نزلت أشتري لنفسي شوية حاجات كده لازمين. حاجات زي إيه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شوية حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي أنا بقى بجح وعاوز أعرف إيه اللوازم دي. يعني شوية قمصان نوم وحاجات كده يعني. آه هدوم داخلية يعني. حاجة كده يعني. أيوه أيوه فهمت فهمت. وقولي لي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ آه وفات كمان. غريبة. مع إنك لسه ما قبضتيش ماهية الشهر. جرى ايه بقى يا معلم؟ الله انت عمالك تسال اسئله غريبه كده وانا مش عارفه اجاوب. انت رايحه فين يا بنت؟ يا سوري والله زعلانه منك يا معلم، بص عليك بقى. الله ايه ده؟ الله 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 الله. ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله بلا حلوه قوي. ايوه يا طيب الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس اوعى تكسر رقبتي في ايدي. نعم الشر عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي بعد ما اشتريتي اللوازم ما قلتليش رحتي فين؟